يا نوعيهم يا نفعصهم في السوشيال ميديا. في كلام مهم بهذا الفيديو ولا بد ان يسمعه كل يمني حر. يعني قبل يومين لقيت الصفح من اليوتيوب يعني يقيس اي شخص يقيس منشورات فقا اسمع هذا الوطواط. شو هذا الوطواط اللي لا وقف ولا قفا، يعني جالس يغلط على اليمنيين ويتهيك عليهم ويسبهم وانهم ارمرقلة المهم انا اسمعكم الفيديو والتعليق لكم. اليمنيين قبح الله وجوههم اجمعين. انا ها ما عندي وقت اقعد اربي كل واحد مش متربي. يعني قلنا الايام هذه والاحداث اللي حصلت ربت اليمنيين، فهموا وتعلموا واخذوا العبره من ماضيهم، والايام هذه العسيره ربتهم، وانه نفس التصرف اليمنيين لا علم لا ثقافه لا لباقه، اقل شيء خلى عندك اخلاق. انه الشعب اليمني محتاج تربيه، محتاج تربيه من اول وجديد، يتربى. الدين بريء منكم، القبيله بريئه منكم، الرجوع بريئة منكم، الأعراف اليمنية بريئة منكم. يعني عندكم نقص رجولة، عندكم نقص في هرمون التستيرون، ويدخل واحد يقول اليمنيين فخر العرب، بأي منطق؟ يمن الإيمان والحكمة، بأي منطق؟ وين الإيمان؟ وتدعوا الفضيلة وبعضكم أرذل الناس. يعني خرع على اليمن. باقي اليمنيين يشتكوا، والله إن إحنا يعني اليمني لما يدخل أي مطار يشوفوا جنسيته يمني يعني يهينوه. طيب ما شعب هين، صلاتك ما لامها داعي، ما لامها داعي. يا نوعيهم يا نفعصهم في السوشيال ميديا.